بس اسمح لي انتقل مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل دوري شمعون. صباح الخير. صباح النور، مرحبا. أهلا وسهلا فيك. حضرتك عم تنضم معنا من مقر الحزب بالأشرفية بسوديكو. من كم يوم شفنا في لقاء دعوت له حضرتك أكثر من حزب، أكثر من شخصية، أحزاب مسيحية، ما بعرف إذا في غير مسيحيين كانوا مدعوين، دعوت التيار الوطني الحر، الكتائب، القوات، وشخصيات مستقلة، سيد الجبل. بدي غلطك بس بكلمة. تفضل، ما أنا عم بسألك، تفضل. بس بدي أوضح إنه التيار الوطني الحر من دعا. من دعا؟ أكيد من دعا، لأنه في كان في كلام أنه اندعى ولكنه لم يلبي الدعوة. لا، ما في شيء منه، ما في شيء منه من الأساس، لأنه ما فينا ندعي ناس مرتبطين بسياسة مختلفة كليا عن تصورات الثورة وكل الفكرة السيادية اللي نحن اليوم بنحملها. اوكي، لكن اندعى حزب الكتائب ولم يحضر، صح؟ صح. واندعت القوات وحضرت عبر الوزير ملحم رياشي واساس شارل جبور. نعم، والنائب حواط واجوا غير احزاب كمان، ودعينا شخصيات كمان مش كلهم مسيحيه، لانه منا مفتوحه فقط للفئه المسيحيه بهالبلد. اليوم الثوره نحن منا ممثله بالمسيحيين فقط، في عنا من كل الاطراف ومن كل الاحزاب ومن كل الاديان. هيدي ثوره للبنان ككل. نعم، من دعي ومن حضر من غير المسيحيين؟ حضر شخصيات غير مسيحيه موجودين، ما عندي اساميهم كلهم، بس انه كان في حضور مميز من جميع الطوائف. شو كان هدف هذا اللقاء؟ يعني هل هو مثلا، في البعض كتب بانه اعاده لقاء رد شهوان الى الحياه كمان تحت عباءه بكركي، لانه كان في لقاء بينكم وبين البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي بارك هذا اللقاء، صحيح؟ وما أهداف هذا اللقاء لو سمحت هيك بشكل مختصر لنفهم عنه للقاء لنناقش شوي فيه؟ هذا اللقاء أول شيء هو مثل ما سميناه، هو لقاء سيادي، جبهة سيادية بتشمل كل اللبنانيين، لأنه اليوم نحن هالتشرذم يلي عنا إياه بالمعارضة بلبنان مفروض نكون مجموعين، ونحن هذا كان هدف هاللقاء، هو جمع الكل حتى ما تضيع الثورة وكل هال النشاط يلي عملناه من وقت انفجار البور لحديت هلأ، نكون كلنا جبهة واحدة عم نطالب بسيادة لبنان واستقلاله التام. هذا الهدف الأساسي بمباركة بكركي، بس هذا ما بيعني أنه بكركي عم ما لها طابع طائفي. بكركي صحيح مرجعية روحية، بس هي كمان أول شيء مرجعية وطنية، وبهالسياق هذا حبينا ندعي الكل من كل الطوائف، وهذا اللي بيفرق بين تجمع قرنة شهوان واللي نحن طرحينه. نحن شبيهين أكثر لثورة الأرز إذا بديك. طيب اليوم ما هي الخطوة الثانية؟ يعني في كلام اليوم عن أنه هذا اللقاء في جلسته الأولى شهد مناقشات، إذا ما بدي أقول أكثر من مناقشات حادة، النقل يعني عن مثلا
حراس الأرز بأنه عاتبوا القوات اللبنانية على جرائم الحرب وطلبوا منهم الاعتذار مثلا عن أحداث الماضي بقلب هذا اللقاء. في كلام عن أنه هذا اللقاء إذا بدك ليس يعني مش مكتوب له النجاح بحكم التناقضات داخله، شو تعليقك على هذا الموضوع؟ لا، أول شيء بأكد لك أنه هاللقاء رح يستمر ورح ينجح وبامتياز، لأنه كتير من الناس اليوم مرتاحين أنه هالمعارضة صارت موحدة. وبالنسبة للسجال اللي تفضلت حكيت عنه، هذا مثل غسل قلوب بس ما إلا معنى أكثر من هيك، وانتهت بوقتها. بقى نحن مشوارنا لقدام، نحن مشروعنا اصلاحي، نحن ما بهمنا بس ننتقد، نحن بدنا نقد البناء، بدنا انه نمشي بطريق نسلكه كلنا سوا بمشروع وطن جديد، مشروع يقدر يقيم هالبلد وينقذ لبنان. طبعا مع الكل يكونوا متفقين سوا. واليوم هيدي الخطوة اللي عملناها، وفي برامج إصلاحية بدها تلحق فيما بعد. طيب بس أي معارضة موحدة يعني، وعم تقول حضرتك بأنه الثورة اليوم، الكتائب اللبنانية تقول أنها ثورة ولم تنضم إلى هذا اللقاء، وأنتم تقولون أنكم ثورة وأنه أصبحت المعارضة موحدة، أي معارضة موحدة؟ والله اللي كانوا موجودين معنا كافيين وموافيين، وبعضوا الباب مفتوح للكتائب اللبنانية إذا بيحبوا ينضموا، لأنه نحن مش بعيد أبدا فكريا ووطنيا، مثل ما بعضوا المجال مفتوح لغير فئات إذا بيحبوا ينضموا لهالجبهة السيادية. نحن اليوم ما عم بنفرق بين حدا، وبالعكس عايزين بعضنا كلنا سوا لنستمر لحتى هالثورة ما تموت، مثل ما حابين بعض الناس يخطفوا لها دورة. في عنا مهمة كتير كبيرة يلي هي إنقاذ لبنان. في عنا بدنا نحافظ على القضاء بلبنان واستقلاليته، وبدنا كمان نشتغل نعمل كلنا سوا لنزع السلاح الغير شرعي وفقا لاتفاق الطائف وقرارات الأمم المتحدة. بقى هيدي مهام لكل اللبنانيين ترجع هالبلد تتعافى ونرجع نعيش بكرامتنا ويرجع دور لبنان الشارق بالمنطقة. نعم، طب بس ماذا بعد هذا اللقاء؟ قلت حضرتك انه رح تضلوا تجتمعوا وعندكم برنامج عمل، بس عمليا هل هناك اتفاق مثلا بينكم وبين القوات اللبنانيه وبين كل الشخصيات التي حضرت؟ ايضا فارس سعيد، استاذ فارس سعيد كمان بعت ممثل، في شخصيات مسيحيه مستقله حضرت كمان، هل في اتفاق بينكم على برنامج عمل للمرحله المقبله على الاقل في الاشهر المقبله التي تسبق الانتخابات النيابيه مثلا؟ هل هناك اتفاق بينكم على كيفية مواجهة هذه الانتخابات ربما والترشح معا على لوائح موحدة ولا لا؟ مفروض نوصل على الانتخابات القادمة ويكون عنا تصور ويكون عنا برنامج عمل لإنقاذ لبنان بكل شيء، بكل المجالات. اليوم البلد تفتقد كل شيء، واليوم نحن عنا برنامج إصلاحي عم نشتغل عليه كلنا سوا. طبعا المهام منه بس مهام حزب الوطنيون الأحرار، بس بدنا الكل يكونوا بهالعملية وما في خلاف على ذلك أبدا. الموضوع مش موضوع انتقاد بس، في عنا برنامج عم بينوضع منشان نحسن الأوضاع بهالبلد، نحسن حالة المواطن، وهذا همنا الأساسي قبل الانتخابات. نعم، طيب كمان سؤال أخير قبل ما نختم معك، هل البطريرك الراعي طلب منكم القيام بهذا التجمع؟ نعم، نحن عملنا هالمهام بناءً
على طلب من غبطة البطريرك، وقلنا أكثر من سنة عم نحاول نجمع كل الفرقاء، واليوم بعتقد انه نجحنا، وبالنسبة لبكركي يعني في طمأنين بالامور اللي مثل ما عم تجري. يعني عدتم الى بكركي من بعد حصول هذا اللقاء؟ وبهمنا 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 كمان استعاد الثقة بيننا وبين الدول العربية، اخواننا العرب يلي طول عمرنا في تماسك بيننا وبينهم. اليوم السياسة الخارجية اللبنانية خربت هالعلاقات، وبهمنا نستعيدها بأسرع وقت ونرد الثقة بهالوطن، لأنه كمان هيدي صارت مفقودة. نعم. طيب هل ستبارك بكركي أي يعني بما أنه حضرتك عم تقول أنه قمتم بهذا التجمع بناء على طلب البطريرك الراعي، هل سيبارك البطريرك أي برنامج عمل ستضعونه في الأيام المقبلة، أو أي لوائح يمكن أن تتبنوها من أجل الانتخابات النيابية المقبلة على الساحة المسيحية تحديدا، لأنه نحن عم نحكي هلأ عن أحزاب إجمالا هي موجودة على الساحة المسيحية؟ نحن ما عم ندخل بتفاصيل الانتخابات تكون صريح معك، لأنه موضوع الانتخابات مش هيدا كان بالجدول تبع الجبهة الجديدة. نحن بهمنا نركز على طروحات بكركي يلي هي حياد لبنان اولا، لما نكون دائما ضحايا لهالمحاور يلي عم بتخرب البلد. في عنا كمان برنامج واضح بالنسبه لمؤتمر دولي لانقاذ لبنان كمان ضمن الجدول تبعنا، والباقي كله بيتأيد بمطالب بكركي وبمطالب هالشعب اليوم يلي عم بيعيش وضع ما شفناه من حرب العالمية الأولى. قد ايه مدى تأثير هذا التجمع برأيك؟ يعني في كثير كلام عن انه يعني مواجهة انه المحافظة على السيادة، مواجهة المد الإيراني، مواجهة يعني الطلب بانه سلاح الدولة ان يكون موحد الى اخره، بس ما مدى تأثير هذا التجمع برأيك وعلى الرأي بالرأي العام؟ يعني مطلوب هيك تجمع، لانه اليوم نحن اذا كنا بقينا مفرفطين وكل واحد عم بينادي بوادي مش رح نوصل لمطرح. بقى مطلوب هالتضامن بين كل الجهات وبين كل مجموعات الثورة وبين الأحزاب السيادية بلبنان والشخصيات اللبنانية المفكرين اللي بيفكروا مثلنا وبدهم يصونوا هالبلد من هالوباء يلي طايلنا كلنا سوا. نحن بهمنا هالتضامن يلي بده يعطي ثقة لعملية إنقاذ لبنان. إنقاذ لبنان ما بيمشي إيد لوحدة، ما بتزقف، بدنا نكون كلنا سوا متضامنين، ومنشان هيك هيدا سبب الندوة وهيدا سبب اللقاء، وبنتمنى النجاح، لأنه لحديت هلأ الناس عامة الشارع مطمئن باللي عم بيصير. طيب بس هلأ شو عم تكون هلأ المحطة الجديدة وين رح تكون؟ نعم، المحطة الجديدة هلأ عملتوا أول لقاء، ماذا نعم اللقاء الأول حصل؟ رح يكون في عدة إيه، اللقاء الأول حصل، هذا أول حجر، هذا أول خطوة، وبما أنه في نجاح وفي استعداد وفي حماس لهالموضوع رح نتابع بخطوة تانية وخطوة تالتة، ومثل ما قلت لك بالأول رح نحاول نضم قد ما فينا ناس بيفكروا مثلنا، والخطة خطة الإصلاحية رح ندرجها ونحطها كمان على جدول الأعمال حتى نقدم مشروع كامل متكامل لصيانة هالوطن، لنرجع نستعيد على القليلة نبلش نتعافى
نبلش نشوف كيف بدنا نمشي اللامركزية الإدارية الموسعة، تطبيق الطائف، كل هالأمور هودي لازم تصير بأسرع وقت، لأنه مثل ما أنتم عارفين وكل الناس عارفة الوطن راجع لورا، يعني وصلنا لوضع ما بينحمل بقى. شكرا لك استاذ كمال دوري شمعون على هذه المداخلة. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.